متعلقة باستشهاد أم البنين عزيزة الزهراء، هذه السيدة الطاهرة التي ضحت بأولادها الأربعة من أجل إحياء الدين وعلاية كلمة الحق ومن أجل الإمام الحسين عليه السلام. فنتوجه هذه الليلة إلى البقيع الغرقد لزيارتها وفاء لها وللسيدة الزهراء عليها السلام، بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أزور سيدتي ومولاتي السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين عليها السلام، زيارة مني ونيابة عني وعن والدي ووالد والدي وعن إخواني وأقربائي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، حيهم وميتهم، والزيارة قربة إلى الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله، السلام عليك يا عزيزة الزهراء، السلام عليك يا أم البدور السواطع، يا فاطمة بنت حزام الكلابية المكناة بأم البنين، ورحمة الله وبركاته. أشهد الله ورسوله أنك جاهدت في سبيل الله إذ ضحيت بأولادك دون الحسين بن بنت رسول الله، وعبدت الله مخلصة له الدين بولائك للأئمة المعصومين، وصبرت على تلك الرزية العظيمة، واحتسبت ذلك عند الله رب العالمين، وآزرت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في المحن والشدائد والمصائب، وكنت في قمة الطاعة والوفاء، وأنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة الكبرى في حفظ وديعتي الزهراء البتول عليها السلام الصبطين الحسن والحسين عليهما السلام، وبالغت وآثرت ورعيت حجج الله الميامين، ورعيت حجج الله الميامين، وسعيت في خدمة أبناء رسول رب العالمين عارفة بحقهم، موقنة بصدقهم، مشفقة عليهم، مؤثرة هواهم وحبهم على أولادك السعداء، فسلام الله عليك كلما دجن الليل وأضاء النهار، فصرت قدوة للمؤمنات الصالحات، لأنك كريمة الخلائق تقية زكية، فرضي الله عنك وأرضاك.
واجعل الجنة منزلك ومأواك، ولقد أعطاك من الكرامات الباهرات حتى أصبحت بطاعتك لسيد الأوصياء وبحبك لسيدة النساء الزهراء عليها السلام، وفدائك بأولادك الأربعة لسيد الشهداء عليه السلام بابا للحوائج، فإن لك عند الله شأنا وجاها محمودا. السلام على أولادك الشهداء العباس عليه السلام قمر بني هاشم باب الحوائج، وعبد الله وعثمان وجعفر الذين استشهدوا في نصرة الحسين عليه السلام بكربلاء، فجزاك الله وأجزاهم أفضل الجزاء في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد الخلائق التي حصرها لا يحتسب أو يعد، وتقبل منا يا كريم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، وجعل هذه الزيارة في ميزان أعمالنا يوم القيامة. وإلى روح باب الحوائج أم البنين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.